شريف لا ماكو غيرك. رمضان كريم على أهل الديرة. رمضان شريف لا ماكو غيرك. حبيبي ستوب هذا مكاني لا تطفي نص الملعب بين جمهوري الحب واسعولة الدم بسمع رجع يا حبيبي سرينا سرينا ما سرينا درينا ما درينا ما شرينا بس عفس نحن المحلو سرينا سرينا الا تطري ما طرينا ما هم نحن شعلينا ما علينا كمل يا صابر وعقبها ايش صار؟ دخلت مكتب المدير واول ما شافني بدا ينفعل وقعد يصرخ ويصرخ ويصرخ ما قدرت استحمل عطيته ظهري ومشيت ابي ابتعد عنه الاقي الصوت قاعد يجرب ويجرب ويجرب انا ابتعد والصوت يجرب شلون؟ طلع لحقني وتم يصرخ علي ويهزئني قدام الموظفين وانت شو سويت؟ سطرت المدير؟ وهذه أول مرة أسويها 5 سنين وأنا مستحمل صراخه وهالكف كان بالنيابة عني وعن جميع الموظفين أنا اللي خدت الرسك وش صار عقبها؟ أكيد فنشوك 100% بس قبل الفنش صار شيء شنو؟ رد أقوى بالنيابة عنه وعن جميع المدراء وتشوفه صح اللي سويته؟ والله يا دكتور أشوفه صح وغلط في نفس الوقت شلون؟ صح لأنه يستحق الكف وغلط لأن الكف ياله متأخر وش كثر خذ لك من فنشوك؟ 3 شهور وأكيد حياتك الزوجية تأثرت حياتي الزوجية متأثرة من البداية دكتور من شفت الملاج وقلت له قبلت ذلك حياتي مو متراجعة تقدر تشرح لي أكثر؟ والله يا دكتور أنا زوجتي وايد تتحلطم وتصرخ وتدقق ذاك اليوم دش علي الصالة وقاعدة تصرخ وتصرخ وتصرخ قاعدة تصرخ أزيد من المدير دكتور وانت تعرف المزاج شلون عقب الفنش وانا توني سطر المدير وهي قاعدة تصرخ أزيد من المدير طلقتها؟ عيال سطرتها هذه اللي تتوقعها أنت ويتوقع المشاهد أنا قلت لا بلعب تكنيك غير هالمرة كمل شنو التكنيك؟ قلت لها شش قعدي مكانك كل هدوء وطلعي ورقة وقلم وكتبي كل سلبياتي وأي شيء مو بعاجبك فيني كتبي في الورقة وسجلت؟ كل هدوء وسلمت الورقة قبل انتهاء الوقت
والنتيجة؟ نجحت، وهذه أول مرة أسويها نيابة عني وعن جميع المتزوجين، وكل مرة بسويها دكتور خلها تكتب تفرغ طاقتها أوريدي ما فضحك خطها، إيش لك بالمشاكل وعور راس وطلاق؟ والله أنه تكنيك. والحين شلون العلاقة بينكم؟ انفصلنا دكتور. ياه شلون؟ زادوا الأوراق، قامت تكتب سلبيات، وايد سلبيات مو ملحق عليها، وأنا أقول لك خطها ما فهمة. بس وايد أوراق. وأنا بعد عارفني نحيس، مو راضي أتغير. انتهت العلاقة، طلع التكنيك مدة أسبوع بس. هاي بعد ما يطول دي، حد سالفة بس. غير مسجل، طلع أوراق اكتب، لازم مسجل. أنا الله يسلمك أحب أسمع. وأنا بعد عارفني نحيس، مو راضي أتغير. انتهت العلاقة، طلع التكنيك مدة أسبوع بس. أوه هاي الشرطة فضيحة ها دكتور؟ عندك محتوى حين ها كله فضايح. متصور باكر في السوشيال ميديا تتصور، سلام عليكم. يعني واحد سطر مديرة، مو تفضحني. لا 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 يا أستاذ صابر، احنا معروفين بالسرية التامة. تفضل كمل. خبرني عن علاقتك مع والدينك. طقيت على الوتر دكتور، مقصر معاهم في الفترة الأخيرة، دائما يجيني شعور بالخوف إني أفقد أحد فيهم وأنا مقصر معاه. اتصلت لهم ذاك اليوم وقلت لهم سمعوا انتم محجوزين يوم الجمعة، قررت اطلعهم واقضي وقت طويل معاه. الطلعة من بدايتها كانت غير، يمعتنا وضحكتنا في السيارة كانت غير، حتى قعدتنا في المطعم كانت حلوة وسوالفنا غير، كان يوم بكبره غير. دكتور هما ما يبون شيء منك، يبون جزء من وقتك تقضي معاهم بحب وتحسسهم انهم غير. وطبعا هذه اول مره تسويها. اقول لك امي وابوي تقولي اول مره اسويها، كل يوم عادي عادة أسبوعية، سيارة بحر مطعم، تبي يزعلون. كفو عليك، عن إذنك مكالمة ضرورية. سلام عليكم. إي والله هذا هو، هذا اللي بيفضحنا. إن شاء الله إن شاء الله، مع السلامة مع السلامة. ها وين كنا؟ مو مهم وين كنا، المهم أنت وين بتودينا. صابر أبيك تكلمني عن أقرب الناس لك، ربعك. شلون تقضي الوقت معه؟ ربعي دخلوني السجن دكتور، 3 أيام وأنا في التوقيف، 72 ساعة، كأنهم 72 سنة. والسبب؟ هوشة في الشارع، هوشة تافهة في الشارع، هذي دخل على ذي في السيارة وكلمة من ذي وكف من ذي، وأنا بينهم قاعد أفاتشج، ما سويت شيء غلط، أنا قاعد أفاتشج بينهم، حتى انتشر فيديو بعد وأنا فاتشج، ما شفته؟ لا لا ما شفته. دش اليوتيوب اكتب واحد يفاتشج بطلع لك. بشوف إن شاء الله، بشوف الفيديو. كمل، صار معك؟ دشيت السجن دكتور، وهذه أول مرة أسويها، أدش توقيف. ربعك إذا ما تستخدم معاهم تكنيك الفلتر نهايتك السجن، لازم تفلتر ربعك. ربع السجن صوب، الوناسة صوب، الصحبة الصالحة صوب، وخذ منك البستان زهرة، ترى مو كل مدلقة ميوز. اسمع أرنا بيخلص من كذي، عطيتك قفلة. كمل. شو أكمل بعد؟ بس عقب هيئتك هني، وهذه أول مرة أسويها أزور دكتور نفسي، وشكله آخر مرة. أفا ليش؟ ما استفدت منك شيء؟
انا افضفض واشكي الحال وانت قاعد تسجل وحين بروح ادفع الحساب. يلا دكتور. سلام عليكم. رمضان شريف لا ماكو غيره. أيوة رمضان كريم على أهل الديرة. رمضان شريف لا ماكو غيره. كريم شريف كريم شريف شريف حبيبي ستوب هذا مكاني لا تطفي نص الملعبين جمهوري الحب واسعولة الدم بس ما رجع يا حبيبي سرينا محلو سرينا 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 إلا تطري ما طرينا ما همنا إحنا شعلنا.